إمام الرضا، حيث إنه لما تولى أبوه الرضا سلام الله عليه مقاليد الإمامة، وقف جماعة على القول بإمامة أبيه موسى بن جعفر ولم يقولوا بإمامته، ما بين طمع وشبهة وعناد، حتى قال الحسين ابن قيام الواسطي يحاجج إمامنا الرضا يقول له: ألست تدعي أنك الإمام؟ وإن عدتكم 12 إماما، والإمامة لا تجتمع في أخوين إلا في الحسن والحسين، ومن بعد الحسين تكون من الآباء إلى الأبناء، وها أنت قد بلغت من العمر ما بلغت وليس لك من ولايات. وكان عمر إمامنا سلام الله عليه قد بلغ يوم ذاك 47، وإذا بالإمام الرضا يقول: وما يدريك أنه لا يكون لي ولد، إنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق الله به بين الحق والباطل. فلما بزغ نور إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه ثبتت قلوب المؤمنين على القول بإمامة الرضا، ومن ثم القول بإمامته هو صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإمامنا سلام الله عليه يوم آلت إليه أمور الإمامة وليس له من العمر إلا 7 أو 8 من السنوات، شكل حالة من الارتياب في هذا الوسط أو في ذاك من أوساط المسلمين عامة ومن أوساط شيعة آبائه خاصة. فكان لا بد للإمام سلام الله عليه من إثبات الحجة وإقامتها، فأطل على عالم الغيب. يقول علي بن أصباط: كنت متوجئا أريد مصر وأنا بالمدينة، فأخذت أحد النظر إلى أبي جعفر وهو يوم ذاك خماسي، أي له 5 أشبار من الطول، أنظر إليه لكي أصفه لأصحابنا بمصر. فنظر إلي أبو جعفر وقال، يعني الإمام الجواد روحي فداء، فنظر إلي وقال: يا علي، إن الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبوة. فقال عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما. وقال عن يحيى: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فلا يعني طول العمر أو قصره شيئا بإزاء هذه الذوات المقدسة الطاهرة، وكما يعبر أحد الأدباء: قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشخاص من مدينة جده رسول الله إلى بغداد، فقد أشخصه المأمون العباسي في 11 بعد 200 من مدينة جده إلى بغداد. ولما جاء بغداد وأحل بها زوجه المأمون بابنته أم الفاضل، وهذه المرأة كانت منحرفة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كانت شديدة العداوة له لحبه لمولاتنا أم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه.
من بعدها أقام برهتنا هنا في بغداد، حتى إذا ما جاء موسم الحاج استأذن بالخروج إلى مدينة جده رسول الله وحج بيته الحرام. نعم، فأذن له بذلك. بقي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في مدينة جد يمارس دوره القيادي بين أوساط شيعته، يعلم هذا ويفقئ ذاك، وبسلوك منه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يثبت أركان الدين، فكان له ما أراد بتلك الروح المقدسة. فإن الحديث عن إمامنا الجواد هو حديث عن صدر مرصع بأوسمة إلهية وأوسمة رسولية، من الأوسمة الإلهية على صدره أنه ينتمي إلى تلك الثلة من المقدسين الأفذاذ الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى جنب هذا الوسام وسام آخر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والإمام صلوات الله وسلامه عليه بما له من تجديد إلهي، وبما أنه المعصوم، وبما أنه الحجة، واتصاله بعالم الغيب خير دليل على إمامته، روحي له الفدا. فكان يدعو إلى بناء جماهيره المؤمنة بطريقين، أحد هذين الطريقين هو الطريق النظري، والآخر هو الطريق العملي. طريقه العملي كان متمثلا بسلوكه مع أهله ومع أصحابه ومع عامة الناس، وأما نظريا فقد جاد بتلك الكلمات وبتلك الأقوال التي خلدته مع ما له من الخلود من الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين وفي الأحرار من أبناء البشر. فمن كلماته صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال، وسلم إلى كل عال. وقال: روحي له الفداء، عز المؤمن غناه عن الناس. وكان يقول: لا تكن وليا لله في العلانية، عدوا له في السر. وكان يقول: من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. وكان ينصح ويقول: إياك ومصاحبة الشرير، فإنه كالسيف المسلول، يحسن منظره وتقبح آثاره. وكان يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا.
خونا من كلمات الإمام روحي فداء دروس لنا نستفيدها في أيامنا ذكرى الإمام الجواد هي ذكرى العصمة الشاب ذكرى شهادة الشاب ففقيدنا إمامنا له من العمر 25 سنة ويفارقنا يودع هذا العالم المادي ليخلف دروسا إلى شبابنا لكي ينهضوا بمسؤولياتهم أمام أنفسهم وأمام ذويهم وأمام دينهم وعقيدتهم لكي يتمكنوا من بناء نفس مستعدة لكي تكون محلا لنصرة مولانا قطب دائرة الإمكان صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدم الشريف الفداء ولم يغب ذكر المهدي ولم تغب قضيته عن إمامنا صاحب الذكرى فيقول الجواد سلام الله عليه إذا قام قائمنا كان المؤمن وهو في المشرق يرى أخاه وهو في المغرب وفي هذا إشارة إلى ما يكتنف عالمنا اليوم من هذه الصنائع وهذه الاكتشافات فقضيتنا قضية فطرية وما لقاؤكم أيها الإخوة في هذا اليوم في هذا الصباح نعم وفي هذه الشمس الحارقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتعاهد هذه الوجوه أن يتعاهد هذه الوجوه نعم حتى يدخل الجنة وأن يطفئ هذا الظمأ بأن يسقيكم من حوض الكوثر بكأس مولانا أمير المؤمنين أيها الأحبة بعد موت المأمون بويع المعتصم بالخلافة فلما جلس على سرير الملك أخذ يتحين الفرس لقتل الإمام الجواد الذي ظهرت فضائله ومناقبه للناس فراحوا يؤمنون به ويعتقدون بإمامته وهذا أمر يخيف السلاطين فما كان منه إلا أن دبر تلك المكيدة واتخذ من تلك المرأة من أم الفاضل أداة لتنفيذ هذه المهمة الإجرامية الكبرى نعم فأجابت تلك المرأة إلى ما أراد إذ طلب منها أن تسقي إمامنا السم وكانت منحرفة عنه فأرسل المعتصم إليها أبي ويا عين على الجواد بشبد معدم يا عين على الجواد بشبد معدم يا قلب على ابو الهاد تلجم والله شباب شباب السلام عليك سيدي يا محمد بن علي الجواد السلام عليك بصوت المأساة ودموع الألم
السلام عليك بالبكاء والمعاناة، السلام عليك مع الثاكلات الباكيات، السلام عليك من الدموع السائلة، السلام عليك من الآلام، السلام عليك ما اختلفت الأيام، السلام عليك يا جواد الآل، يا تقي يا مظلوم، السلام عليك أيها الشاب الغريب، السلام عليك وعلى تلك الجنازة وهذا النهش، السلام عليك وعلى ذلك الجسد المرمى، السلام عليك وعلى ذلك الكبد الذي تقطع، السلام عليك مع كل لطمة وكل آه، مع كل دمعة وكل عبرة وكل عبرة وكل درس، السلام عليك سيدي وعلى غربتك، السلام عليك وكنت ولا زلت أملا وألما، السلام عليك سيدي من الأنفاس المحتسبة، السلام عليك سيدي من العبرات والدمعات، سيدي يا جواد الأئمة، تعاقبت الأيام واختلفت الساعات وانتقلت الخدمة من مكان إلى مكان، وبقيت لدموعنا بقية، بقي لنا كلام عتاب ودموع وآهات، كلمات وعبرات، سيدي يا جواد الآل، هل لنا منك من رضا؟ هل رضيت عنا؟ هل رضيت عنا سيدي؟ هل أرضيناك؟ هل قدمنا ما يحاكي مأساتك؟ هل وفقنا لأمر فيه اسمك؟ سيدي اقبل منا هذه المناجاة وتقبلها على ما فيها وما خالطها من نية قد تكون غير صادقة، أو رياء أو سمعة أو جاه أو أنا، سيدي تقبل منا هذا العمل واجعله موصولا لمن؟ لسلطان طوس أنيس النفوس الباكي عليك إذ كسفت على أمرك شمس الشموس، سيدي يا جواد الأئمة، كلما نقرأ صورة فيها اسمك أو قطعة كتب عليها أنك قد رحلت، ترتفع قلوبنا كتلك الأيادي الباكية، وتلطم بالصدور تلك الحناجر، الأعين تبكي والقباب تنوح والراية تخفق والمنائر أعلنت الحزن والأسى، عليك سيدي يا جواد الآل، عليك سيدي يا محمد بن علي الجواد، السلام على الجواد، السلام على الجواد، السلام على الجواد. هذه الجماهير وهذه الجموع
مثلت اليوم أهلا لمولانا لإمامنا الفقيد، وعادت الميت عادت الميت يحضرون أهله، والله عادت الميت يحضرون أهله، هذا جايب ماي هذا يغسله، وهذا جايب جفن هذا يفصله، وذاك يحفر قبر هذا ينزل، والله هاي عاد هاي عاد المجرى بكربلاء، هاي عاد المجرى بكربلاء، ظل ثلاثة ايام ابن عبد الولى. يا حال ايها الاديب ايها الشاعر، ويل الغسل دمه والجفايه، يا انذار الفلايا بالكاظم يا حاضر بتشيعك المهدي، بالكاظم يا حاضر تشيعك المهدي، على مصابك يا الجواد وبالحزن يحدي. يلا يا زوار الإمام رددوا معي، أيوا إماما أيوا جوادا. بالكاظم يا حاضر تشيعك المهدي، ينعى المصابك يا الجواد وبالحزن يحدي، وينادي اهل محنتك مسموم يا جدي، بصحنك حاضر يجري الدمعة يطوف على النعش وينعى. اسمع اسمع، مهدينا نادى بدمعته مشكور يا زاير، النعش الجواد الشيعة ويا الجمع حاضر، يحن ضلوع على النعش مكسور للخاطر، مهدينا تعالت ونات ويا الكاظم يهمل دمعاته، وبعد شن الرضا تعنى الضريحك والظهر ما احني، ينعل شبابك يا الجواد يصيح يا ابني، مصابك يا ابو جعفر بوسط الروح صوبني، عودك قاصد لك بالحضره ينعى عليك ويجري العبره، وبعد وبعد اسمع اسمع، اليوم شوف وين ارد اوديك، اتعنى الرضا من مرقده بدموعه ويهمومه، جايب سلام ودمعه من فاطمه المعصوم، جايب سلام ودمعه من فاطمه المعصومه، شال النعش ويشيعه بجبدته المالومه، يقول له ولدي أنت مسموم وأنا مسموم، وسوف تدفن بحضرة المسموم. اسمع شي يقول شي يقول شي يقول، مفرع راسه بلا يا عمام، اعذروني سادة مشايخ، مفرع راسه بلا يا عمام، اتذكر بحسين وأيتام، صاح الإمام بدمعته ريتني شم صدري ريتني شم صدري، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، بدال الحسين بكربلة ريت انقطع ناحري، وبعاشر محرم يا ريت أنا انختم عمري، ولا أسمع زينب مسبية وماتت بنت الطفل الرقي. يلا العالم يشوفك، نداء حسيني كاظمي موسوي جوادي حسين.
بعد بعد من قلبك هات. الله الله يا حسين. يمشي النعش والمهدي أمامه سيدنا، تعايش الحالة معك يا صاحب العصر والزمان. هل ترانا هل نراك؟ يمشي النعش والمهدي أمامه، مدري صيح يا جدي أم أمه أمامه. المصاب بكى ونادى وإمامه، وبكت وياه فاطمة الزكية، يا وبكت وياه فاطمتي. الله الله الله. فاطمتي سجي. الشاعر الكبير خادم الجوادين مهدي جناح يقول: إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت، وبكى حتى الجماد يوم تشيع يوم تشيع لقضاء حوائجنا وحوائجكم للدنيا والآخرة. صلوا على محمد وآل محمد. اسمع 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 التلبية مالتك بالمشاركة. ها: إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت. صيح وياي: إذا السماء. الله الله الله. وبكى حتى الجماد يوم تشيع الجواد، وبكى إذا السماء انفطرت، إذا النجوم. اللطمة واحدة اللطمة واحدة. إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انكدرت، وبكى حتى الجماد، وبكى حتى الجماد، وبكى حتى الجماد. اللطمة واحدة عليك الزهرة. وبكى حتى الجماد. على ايدي على ايدي. اذا بكى محمد بنينا، وحيدر مجدد انينا، بيوم تشيع الجواد فاطم جاءته تنعاق من المدينة، جاءته تنعاق من المدينة. إذا الدموع انحدرت، فاطمة قد حضرت، فاطمة تعلن اليوم الحداد، يوم تشيع الجواد تعلن اليوم الحداد. إذا السماء، إذا السماء انفطرت. جاوبني ها. إذا السماء انفطرت، وبكى وبكى حتى الجماد. عفية عفية. إذا السماء أصبحت كئيبة، قولوا الجواد قد قضى نحيب. وكاظم الغيظ بكى بحزن، مشيعا مودعا حبيبة، مشيعا مودعا. الله. إذا القلوب انكسرت، إذا المآسي انتشرت، فاعلموا المصاب عاد يوم تشيع الجواد، فاعلموا المصاب عاد. إذا السماء، إذا السماء. عفية 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 بخدام الجواد. فدوى روح للزوار. وبكى كبرت مآذن المنائر، وقبة الجود بكت عليه مهدينا مع الحسين.
الحشود حاضر مهدينا. إذا الألوف سيرت لثأره وانتظرت، لثأره وانتظرت، لبست ثوب السواد يوم تشيع الجواد، لبست ثوب السواد. إذا رأينا نعشه ننادي يا حسرة الروح على الجوادي، نخاطب الزوار والجموع هيا ارفعوا النعش على الأيادي، هيا ارفعوا النعش على إذا النفوس استعرت عن رزئه قد أخبرت، أحزنت كل العباد يوم تشيع الجواد، أحزنت كل العباد. إذا السماء انفطرت عفية، إذا النجوم ما شاء الله ما شاء الله إذا رأينا نعشه بكينا، وللجواد نرفع اليدينا، يومك لا ننساه يا إمامي، إنا نرى بنعشك الحسينا، إنا نرى بنعشك الله. إذا البحار فجرت، قولوا وياي، إذا البحار الله لكربلاء انهمرت، وبكت في كل واد يوم تشيع الجواد، وبكت في كل واد. إذا السماء زواري يا القصتو الداري، يا هلا بزواري يا القصتو الداري، زوار علو عجيتوني، زوار بالدمع شيعوني، زوار علو عجيتوني، زوار بالدمع شيعوني، يا زوار يا زوار يا زوار. صلوا على محمد وآل محمد. يا هلا بزواري يا القصة تلداري، اسمع منك. يا هلا يا هلا بزواري زوار عالوعد جيتوني، زوار بالدمع شيعوني، زوار بالدمع شيعوني، يا زوار يا زوار. يا هلا يا هلا بزواري يا القصة تل وحدة وحدة. يا هلا بزواري زوار عالوعد جيتوني بالدمع. سمع الحجة. زوار يا زوار صيحوا يا باب المراد وهلوا دمعتكم، أنا والكاظم الليلة نقضي حاجتكم، نقضي حاجتكم. مسجلة عند الزهرة أمي هذه خدمتكم،
يا من تشيعوني مقبول زيارتكم، يا من تشيعوني مقبول زيارت المهدي تلقاكم يشكر المسعاكم، المهدي تلقاكم يشكر المسعاكم، زوار بالصحن وادعوني، زوار بالدمع شيعوني، زوار بالصحن وادعوني، زوار بالدمع شيعوني، يا زوار يا هلا يا هلا بزواري يا القصد جل، يا هلا يا زوار يا زوار يا زوار يا زوار يا القصد وزيارتي وسعت بالحاضرة حتما بخدمتكم وجازيكم الزهرة، حتما بخدمتكم وجازيكم الزهرة، كل من يدق باب كل حاجاته متيسرة، كل من يدق باب كل حاجاته متيسرة، وبالخصوص بالمجالس والسما الصدرة والسما الصدرة، هنعش حياكم وانا ما انساكم، هنعش وانا ما انساكم، زوار انتو وسط عيوني، زوار بالدمع شيعوني، يا زوار يا هلا يا هلا بزواري، يا هلا ما شاء الله يشوفك يشوفك الحجة، زوار على وعد على ايدي على ايدي، ياخذ بيدك يا زوار يا زوار يا زوار، يا القصد وزيارتي وسعت بالحاضرة، لخادم الحسين السيد نبيل ابو العيس الكاظمي، يا القصد وزيارتي وسعت بالحاضرة، حتمني بخدمتكم جازيكم الزهرة، جازيكم الزهرة، اي والله كل من يدق باب كل حاجاته متيسرة، وبالخصوص بالمجالس والسما الصدرة، هنعش حياكم وانا ما انساكم، هنعش الله، زوار انتو وسط عيوني، زوار بالدمع شيعوني، يا زوار انتو وسط عيوني، الله بالدمع شيعوني، الله انا باب الله الحوائج تنقضي بداري، والقصدني بحاجة يعرف جوهر اسراري، جوهر اسراري، مراد انطي وهالكرامة الي من الباري، بابي مفتوحة تظل لكم يا زواري، بابي مفتوحة تظل لكم يا زواري، اسمع السيد ايش قال، بابي ما سديته والمراد نطيته، بابي ما
ويل عيدها عيدها عندك حاجة مو بابي ما سجيته ويل مرا بابي بابي زوار زوار كلكم تعرفوني زوار بالدمع شيعوني يا زوار يا هلا يا هلا بزواري يا القصة تلداري زوار زوار على وعد زوار زوار على وعد على ايدي على ايدي على سم جعفر يا زوار يا زوار عنا عش جدي محمد بالحزن كبر وعلى الهادي للدفن وياكم اللي يحضر وياكم اللي يحضر الله شان اندفن يا موسى بن جعفر يا موسى بن والذي ياخذ بثار المهدي من يظهر المهدي من شي يسوي يحاسب الاذون وبالغدر سمونا يحاسب الاذون وبالغدر سمونا زوار بالحزن ندبوني زوار بالدمع شيعوني يا زو بيت الدعاء يا هلا بزواري يا هلا ممنون 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 يا هلا يا الكاظمي عنا عش جدي محمد بالحزن كبر وعلى الهادي للدفن وياكم اللي حضر وياكم الله شاءنا ندفن يا موسى بن جعفر الله شاءنا ندفن يا موسى بن جعفر والذي ياخذ بثار المهدي من يظهر صيح المهدي من يحاسب الاذون وبالغدر سمونا يحاسب الاذون وبالغدر سمونا زوار بالحزن ندبوني زوار بالدمع شي يا هلا يا هلا بزواري يا لقيت وما تعبتها يا هلا زوار زوار اجدادي خلصوا بالقتل والسم بالقتل والسم اتذكرت جدي اذكرت جدي المات ضامي وصدر المهشم وسبزي انا ابو العليل واشر محر اسمع اسمع نحشي برض الكاظمية على الصبر سلم وانا مثل اجدادي خلصة بالقتل اذكر الجد المات ضامي وصدر لمها حسين صدر لمها الشام
وسب زينب والحليل وعاشر محرم راح أذي قلبك اسمع اسمع والشمس مكسوفة عالقمر وشفوفة والشمس مكسوفة عالقمر وشفوفة زوار بالحزن عينوني زوار بالدمع شيعوني يا هلا بزواري يا القصد تل يا هلا يا هلا يا هلا زوار زوار اتقوى اتقوى بندائك بصوتك اشد حزامي بيك الله زوار يا زوار يا زوار يا زوار نحشي برض الكاظمي على الصبر سلم وانا مثل اجدادي خلصوا بالقتل والسم بالقتل والسم اذكر الجد المات ضامي وصدر المهشم وسب زينب والعليل وعاشرم والشمس مكسوفة عالقمر وجفوفة والشمس عالقمر والشمس مكسوفة عالقمر والشمس قبيدك عال والشمس والشمس مكسوفة باب الحوائج للجواد يتعنى بدمع العيون غسيلة ويجفنا تشيع باب المو توديع توديع وديع تشيع اريد اسمع صوتك اعلى تشيع جاوب 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 توديع آية باب الحيوة حاضر بتشيعي وشاركي وياكم بالعزاء يا شيعي يا شيعي بكل خطوة يهمل دمعي تل توديعة يجذي بالحسرة والألم والومنة تشيع تشيع باب المو توديع يا الواقف بالأخير جاوبني عليك الزهرة تشيع توديع آية من السجن قاصد ناسي كل هموم وابن الرضا وياه والمعصومة والفاجعة بعيون غم مرسومة يصبر حوم الله على المصاب وحزنا الكاظم متي عنا والمصاب بعنا ليل باري رافع بالحزن جفينا يا ربي ارحم كل من يواسينا يا ربي ارحم كل من عيدك كلمة يا ربي
الله مرحومة دم عاجل بيجل هل محنة توديع توديع باب المرتشيع العالم العالم يشوفك صيح وياي توديع جمر الأحزان شيعي الجوادي وناسي ثقلي القضبان ويقل مثل حسين وحدك عطشان ويقل مثل حسين وحدك عطشان ناسي مصابة وكيل عذاب وسجن الكاظم تيعنا وقلبه مليان هموم ويهيل دمعته على الجواد المظلوم مسموم هذا اليوم يشكي المسموم صيح مسموم هذا اليوم أعد أعد مسموم الله يشارك بتشييع الجواد ودفنه ينادي بجامر قلبه ومصاب اللي يسعر هذا مصابك لو مصاب الأكبر هذا مصابك لو مصاب الله يومك ذكرني بقاطيع المنحار حين الخيول بكربلة سحقنا نعشك بصحني الكاظم من الشياح كان صوت من قلبي لزيجي يا نسمع تذكرني بالقاسم وحيد مقطع تذكرني بالقاسم وحيد مقطع بطاف كربلة من الدماء اتحمنا هلا نعش الجوا ديت وديعة كل الناس فوق الأيادي نرفع وفوق الرأس حاضر بتشيع الإمام العباس حاضر بتشيع حاضر بتش الله تعالنا وسيها من النايبة صوب أن تعنت على تشيع بابل يلا بيات الدعاء مجور بابل لا تبرد لا تبرد تعنت بحسرة ونيست جرحي الآيات تعنت بحسرة ونيست جرحي الأيام بنت الحسين الماتت بأرض الشام تشيع جواد اليمة ويا الأيتام وياها عبد الله الراضي وسكنه اسمع جمر المصيبة بكي القالب ظلي الحب عبد العظيم الحسناوي غاتي اي جمر المصيبة بكي القالب ظلي الحب
وحتى العارش لي الفاجعه ظل ينحب غض الطرف جت العاقله زين غض الطرف جت العاقله اعد غض الطرف جت الله وحودج هلت قربون ابدا من حلا بيا محننت كلامي وبي من نبدي واصبح حزن الارواح بينا ليحدي يا لحظه نسمع لقد جاء المهدي يا لحظه نسمع لقد جاء الله نشوف الامام المنتظر نتمنى تشيع تشيع توديع توديع ممنون تشيع تشيع توديع آي يا محننت كلامي وبي من نبدي واصبح حزن الارواح بينا ليحدي يا لحظة نسمع لقد جاء المهدي يا لحظة يا لحظة يا لحظة نسمع لقد الله نشوف الإمام المنتظر نتمنى نشوف الإمام المنتظر نتمنى وويلي على المسموم يشوفك يشوفك الحجة كل شيء اهتف هاليوم وويلي على كل مؤمن اهتف هاليوم بسمك ظل يرد الدوم راضي بالقضى المحتوم راضي بالقضى المحتوم راضي بالقضى المحتوم مثل حسين ظل مظلوم مثل حسين ظل مظلوم مثل حسين ظل مظلوم مثل حسين ظل مظلوم حسين حسين حبيبك حبيبك الحسين مأجور هذا المجلس ابو قاره ابو قاره ابو قاره ها سماحة الشيخ الله يطول عمره ان شاء الله يقرأ لكم الزيارة بس هاي هاي اللحظات للنعي ادري بيك متأثر بحبيبك الحسين بس هاي اللي راح اقراها للحسين حالة نعكسها لكم يا خدام الجواد يا زوار الجواد انا اقرب بين ما يتهيئ الشيخ الله يطول عمره ويحفظه جزاكم الله خير اسمح لنا مولاي رضت عنا الحبيبة وحاضر التشيع يقل جيتك وليت بدموع العين من طوس اعتنيتك والقلب مكسور يا وليد السفر هذا السفر لا وين سمك بدك احس يقطع الاحشاء واحس بعيني يا ابني راسم مصابين الاول يا ابني انت لوحدك مسموم الثاني مصابك اشعر قرح الجفنين
هسه الجواد جاوب الأبو الإمام الرضا. يلا اقعد اقعد، جزاك الله خير على مود الشيخ، ان شاء الله ياخذ راحته بالزياره، وانت ام تاخذ راحتك. تعبت مو امامك الحسين ثلاثه ايام مرمن على الرمضاء، كنا واقفين حتى نعزيك يا سيدي. اقعد، جزاك الله خير. ماجور، اقبل اياديكم. يلا خليك بدمعتك، خليك بتاثرك، خليك بشعورك، خليك باحساسك، خليك بتفاعلك، خليك الامام الحجه يشوفك ويقول لك ماجور مشكور يا زاير الجواد. اسمع هنا الجواد يجاوب ويقول له يا ابويا لا تغل دمعك على مصابي. اكو مصايب بجت الهدمه كل عين، يا ابويا اني صح ما عندك الوالي لجنب كربلاء اهلي بدوني.